بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي يمكن أول مراجعة معانا في تالتة إعدادي، اللي هي مراجعة شاملة المنهج كله، خاصة أهم الدروس في الصف الثالث الإعدادي. يمكن أهم درس كان ثورة 1919، ويمكن أول حاجة لازم نبدأ بيها إن ظروف ثورة 1919 إزاي بدأت وليه المصريين عملوا الثورة دي. أول حاجة بنقول لك بعد بداية الحرب العالمية الأولى مع 1914 لغاية 1918، انجلترا عملت اجراءات عنيفه جدا في مصر، كان من ضمن هذه الاجراءات اعلان الحمايه البريطانيه والاحكام العرفيه، وكمان لغت الرقابه على الصحف، ولكن دي كانت اجراءات استثنائيه اثناء الحرب. ولكن لما خلصت الحرب العالميه الاولى 1918، لقينا ان سعد الزغلول وزملائه توجهوا الى المندوب البريطاني يسمى بالسير وينجت لطلب منه عده مطالب، وسميت بمطالب الوفد. ليه سميت بمطالب الوفد؟ لان سعد الزغلول كون وفد وراح الى السير وينجت. كان بيقول ايه المطالب بتاعت سعد زغلول؟ احنا عاوزين نلغي الحمايه البريطانيه، ونلغي الاحكام العرفيه، ونلغي كمان الرقابه على الصحف اللي انتوا عملتوها اثناء الحرب العالميه الاولى، ونطالب كمان بالاستقلال التام عن انجلترا وعن الاحتلال البريطاني، واخيرا السماح لهم بالسفر الى مؤتمر الصلح في باريس لعرض القضيه المصريه. ولكن رفض المعتمد البريطاني السير وينجت هذه المطالب بحجه عدم وجود توكيلات من الشعب المصري الى سعد زغلول وزملائه. ولذلك ذهب سعد زغلول الى الشعب المصري لاخذ منهم عده توكيلات حتى يصبح الوفد المصري يمثل اراده الامه، ويمثل هو يمثل العمود الفقري للامه المصريه. وبذلك سعد زغلول جمع عده توكيلات، وذهب ايضا الى السير وينجت مره اخرى 8 مارس 1919، فرفض السير وينجت ونفي سعد زغلول زملائه الى جزيره مالطا. وهنا يمكن ده كان السبب الرئيسي لقيام ثوره 1919. اذا يقول لك بما تفسر لقيام ثوره 1919؟ بسبب اول حاجه نفي سعد زغلول زملائه الى جزيره مالطا، وبتاني حاجه زياده الوعي القومي عند المصريين، واهم حاجه اعلان انجلترا بانها تحارب من اجل تحرير الشعوب، كما اعلن الرئيس الامريكي ويلسون حق تقرير المصير، اي كل بلد لها حق في تقرير مصيرها. ولكن اسباب الثوره ادت الى اندلاع ثوره عظيمه في مصر، وهي ثوره 1919. وهو هتقول ان قائد ثوره 19 سعد زغلول، لان سعد زغلول كان منفي الى جزيره مالطا، امال مين قائد ثوره 19؟ هي مالهاش قائد، لان هي ثوره شعبيه شامله. ليه؟ ده سؤال ثاني بما تفسر، ليه ثوره 19 هي ثوره شعبيه شامله؟ لاشتراك المسلمين والمسيحيين واتحد الهلال مع الصليب، اشتراك جميع طوائف الشعب من عمال وفلاحين طلاب وموظفين، وكمان اشتراك النساء لأول مرة في التاريخ. ويعتبر ذلك ده أخطر تطور اجتماعي في مصر وفي العالم أجمع. إذن في سؤالين مهمين جدا، ليه أسباب ثورة 19؟ هنقولها أسباب ثورة 19: نفي سعد زغلول وزملائه لجزيرة مالطا، اعلان انجلترا بانها تحارب من اجل تحرير الشعوب، واعلان الرئيس الامريكي ويلسون حق تقرير المصير، كما ان كمان زياده الوعي القومي لدى المصريين كان سبب رئيسي من اسباب ثوره 19. السؤال الثاني المهم جدا، ليه ثوره 19 ثوره شعبيه شامله؟ اشتراك المسلمين والمسيحيين واتحاد الهلال مع الصليب، اشتراك النساء لاول مره في التاريخ، وده كان اخطر تطور اجتماعي في التاريخ، واشتراك جميع طوائف الشعب من عمال وفلاحين طلاب وموظفين، كانت ثوره شديده جدا، نتجت عنها الافراج عن سعد زغلول وزملائه، والسماح لهم بالسفر الى مؤتمر الصلح في باريس، كما عزل المندوب البريطاني الذي رفض سفر سعد زغلول قبل ذلك الى مؤتمر الصلح في باريس، وهو السير وينجت، وتعيين الجنرال اللمبي. والثلاث حاجات دول هو يمكن اهم حاجه من نتيجه ثوره 19. نقولهم تاني: الافراج عن سعد زغلول وزملائه من جزيره مالطا، السماح لهم بالسفر الى مؤتمر الصلح في باريس، واخيرا عزل السير وينجت وتعيين الجنرال اللمبي. لكن بعد كده اللي حصل، سعد زغلول راح باريس، ولكن فشل الوفد في باريس. ليه فشل الوفد في باريس؟ عشان اعتراف الدول الأوروبية، كما اعترف الرئيس الأمريكي ويلسون بالحماية البريطانية على مصر، فسعد زغلول فشل في باريس لاعتراف كل المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر. ولكن تجددت الثورة مرة أخرى، ولكن إنجلترا بعتت لجنة عشان تتفاوض مع المصريين بشأن الحماية البريطانية، وكانت اسمها لجنة مينر. مين مينر؟ ده وزير المستعمرات البريطانية اللي هو جاي عشان يقنع المصريين برضو بالحماية البريطانية. ولكن فشل لجنة مينر. ليه؟ لأن الشعب المصري قاطع لجنة مينر بجميع طوائفه، لأن
التفاوض معه يلغي التوكيلات اللي مع سعد زغلول، وهنا فشل لجنة منر. ليه فشل لجنة منر؟ لأن سعد زغلول وهو في باريس ادى أوردر، ادى أمر لسكرتيره في مصر أو الحكومة المصرية بمقاطعة لجنة منر، لأن التفاوض معها يلغي التوكيلات. وبالفعل فشل لجنة منر لمقاطعة الشعب لها، وكمان لأن التفاوض معها يلغي التوكيلات، واضطر منر يجيب سعد زغلول من باريس وتفاوض معاه. ولكن للأسف فشل برضو مفاوضات سعد مع منر، لأنهم عملوا معاهدة والشعب رفض هذه المعاهدة. يا ترى ليه الشعب رفض المعاهدة دي؟ لأنها أيضا لم تحقق الاستقلال الكامل. وهنا في سؤالين: ليه فشل لجنة منر وليه فشل مفاوضات سعد مع منر؟ فشل لجنة منر لأن الشعب رفض التفاوض معها، لأن التفاوض معها يلغي التوكيلات اللي مع سعد زغلول. ولكن فشل مفاوضات سعد مع منر لأن الشعب رفض المعاهدة، لأنها لم تحقق الاستقلال الكامل. فاضطر رئيس الحكومة المصرية اسمه عدلي يكن مع وزير خارجية انجلترا اسمه كيرزون يعملوا مفاوضات مع بعض، سميت بمفاوضات عدلي كيرزون. ولكن برضو هذه المفاوضات فشلت. ليه؟ لأنها لم يتوصلوا إلى حل أو لم تأتي بنتيجة حاسمة. فإيه النتيجة بتاعت فشل مفاوضات عدلي مع كيرزون؟ استقالت عدلي يكن من الوزارة، ورفض رجال السياسة تشكيل وزارة جديدة. فاضطرت انجلترا تهدئة الأوضاع في مصر بإصدار تصريح يسمى 28 فبراير 1922. هذا التصريح كان بمثابة طوق النجاة للحكومة المصرية وطوق النجاة لمصر، في بسبب بسيط جدا، أن انجلترا في تصريح 28 فبراير 1922 اعترفت بإعلان إلغاء الحماية البريطانية وإلغاء الأحكام العرفية وإعلان مصر دولة مستقلة، ولكن مع التحفظات الأربعة. نقول تاني التصريح: إلغاء الحماية البريطانية وإلغاء الأحكام العرفية وإعلان مصر دولة مستقلة، ولكن يوجد تحفظات أربعة. ما هي التحفظات الأربعة التي فقدت مصر استقلالها في هذا التصريح؟ انجلترا بتقول هنلغي الحماية ونلغي الأحكام العرفية، وكمان مصر تبقى دولة مستقلة، بس في شروط أربعة: حماية المواصلات البريطانية في مصر، حماية الأقليات البريطانية في مصر يعني الأجانب اللي قاعدين، حماية مصر ضد أي اعتداء أجنبي، كما يبقى وضع السودان كما هو عليه حسب الحكم الثنائي على السودان 1899. وهذه التحفظات حرمت مصر من الاستقلال الكامل. وهنا يجي لك سؤال: بما تفسر لم يحقق تصريح 28 فبراير الاستقلال الكامل بسبب التحفظات الأربعة؟ ولكن الحكومة المصرية كان لها رأي آخر في هذا التصريح، إن موافقت على التصريح ده. ليه وافقت على التصريح؟ عشان ادانا حاجتين: تغيير لقب سلطان بملك، وكمان اهم حاجه عدت لجنه لاقامه دستور جديد هو دستور 1923. وده من اهم الحاجات في هذا التصريح. ده كده بالنسبه لاهم جزئيه في الصف الثالث الاعدادي في المنهج كله. ولكن ممكن نعيد برضو على شويه حاجات كده سريعا في المنهج، زي اسئله: ما رايك؟ لو قال لك ما رايك في معاهده 36 مثلا، اوعى تقول رايك على طول، لازم تكتب الاول بنود المعاهده، زي انهاء احتلال مصر عسكريا بس بقاء انجلترا في قناة السويس، انهاء الامتيازات الاجنبيه، دخول مصر عزبه الامم ولكن لها عيوب، انجلترا تفضل باقيه في قناه السويس، وكمان مصر تتعهد باقامه المباني والسكنات لانجلترا واصلاحها في حاله التلف. وده كان من اخطر الحاجات التي فقدت مصر الاستقلال التام، وده من اهم الاسئله. سؤال: ما رايك؟ سؤال تاني: ماذا يحدث لو؟ بتعكس النتائج بتاعه الحاجه اللي مديها لك، ومن ضمنها مثلا زي ما احنا قلنا تصريح 28 فبراير النتائج بتاعته، ووزير خارجيه بقى في ملك اسمه الملك فؤاد، وكمان عملنا دستور 23. تعكس لو قال لي ماذا يحدث لو لم يتم إصدار تصريح 28 فبراير 22؟ أول حاجة: لم يوجد وزير خارجية، لم يتغير لقب الملك، وأخيرا لم يحدث دستور 1923. كده كمراجعة شاملة لأهم جزئيات الصف الثالث الإعدادي. شكرا جزيلا لكم.